الأعزاء، يتواصل العطاء واللقاء في هذا المساء من أرضية ميدان الوثبة، ينطلق بحفظ من الله ورعاية شوطنا الرابع عشر للأبكار اللقاية أنتاج هجن أصحاب السمو الشيوخ شوط المنتقين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط لنجد خلي من تأتي مع الصدارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب علي بن هزيمة المسافري، من يتابع انطلاقها وهذا المسار بعملية التضمير. ثاني المراكز نشوة لسمو الشيخ انهيان بن ذياب بن سيد بن محمد آل انهيان الصادق فضل الأمين في عملية التدريب والتضمير، نقلة مباشرة إلى الشاهينية بشعار هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري، ومن يتابع هذا الانطلاق. خامس المراكز الشاهينية بشعار هجن الرئاسة غيرت مباشرة واحتلت المركز الثاني هنا بشعار هجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم لنا الشاهينية مع الصدارة، والشاهينية تغير أيضا مع المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة، ومن انتاج هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الوصول من العين والعين المملوكات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس آل نيبي في عملية التدريب والتضمير. قدوم من الشاهينية بشعار هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع هذا المسار انخلي وانخلي يتقدم مع المركز الثامن والتاسع بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم المسافري في عملية التدريب والتضمير. الواصلة هضبية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم عتيق بن سالم بن عبيد بن عرطي في عملية التدريب والتضمير مع المركز العاشر. هكذا النتيجة. نعود إلى البداية مشاهدينا الكرام، إلى الصدارة الأولى، إلى مقدمة الشوط، من تسيطر هناك الشاهينية، والشاهينية هن من يسيطر مع المركز الأول والثاني بشعار هجن الرئاسة بمتابعة هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في متابعة التدريب والتضمير، يحتل مع المركز الأول والثاني. المركز الثالث القادم الواصلة مشاهدينا الكرام، تتقدم في هذه اللحظات هنا حربة تعود الملكية لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب. القادمة الشاهينية بشعار هجن الرئاسة بمتابعة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، من يتابع هذا الانطلاق. وصول آخر أيضا من الشاهينية بشعار هجن الرئاسة هنا مشاهدينا الكرام محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع هذا المسار تحتل المركز الخامس. سادس المراكز هنا وسابع المراكز العين والعين المملوكات، ومن انتاج سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس آل نيبي الزعيم في عملية التضمير. الضبية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب عتيق بن سالم بن عبيد بن عرتي في عملية التضمير. انخلي تتقدم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب هنا علي بن هزيم المسافري في عملية التضمير. هكذا النتيجة انتاج شوط الانتاج والمنتجين من هجن اصحاب السمو الشيوخ. نعود حيث البداية، نعود الى المقدمة والصدارة الاولى هناك مع البداية الشواهين مع مقدمة الشوط المملوكات، ومن انتاج هجن الرئاسة من يتابعها هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يتابع لنا هذا الانطلاق على الصدارة الأولى على المركز الأول والثاني. ثالث المراكز أيضا بشعار هجن الرئاسة مثلث ذهبي رئاسي، هنا المجازف يتابع لنا هذا الانطلاق من انتاج هجن الرئاسة مع المركز الأول والثاني والثالث محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في متابعة التدريب والتضمير. رابع المراكز الشاهينية من هجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري، يتابع لنا انطلاقه الشاهينية ابو النجمي يقدم هذا الشعار في عملية التضمير. القادم الواصلة مشاهدين الكرام تأتي اللي هي هنا انخلي تتقدم، ولكن تصل العين قادمة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي في عملية التدريب والتضمير. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام، ولكن وين الصدارة؟ وين المقدمة؟ مثلث رئاسي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم لنا هذا التقدم وهذا الإبداع بأنتاج هجن الرئاسة. غادرنا لافتة الكيلومتر الأخير التي تفصلنا عن خط النهاية، والشاهينية أيضا تتقدم بشعار هجن الرئاسة
بمتابعة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. من يتابع لنا هذا الانطلاق تحتل المركز الثالث رابع المراكز الشاهينية من هجن الرياس محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ولكن نعود إلى المقدمة، لنعود إلى الصدارة، لنعود إلى مقدمة الشهور، إلى المركز الأول انتاج هجن الرياسة بالفعل في مقدمة الشهور مع المركز الأول، الشاهينية مع المركز الأول، الشاهينية مع المركز الثاني. هنا مشاهدين الكرام بانتاج هجن الرياسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. من يتابع هذا الانطلاق؟ ولكن مشاهدين الكرام تهانينا لهجن الرياسة على هذا الفوز والإبداع والانتصار ولحظة الوصول إلى خط النهاية. معلنات الفوز والناموس والانتصار بهذا الانتاج الطيب، تهانينا لهجن الرياسة هذه المؤسسة العملاقة، والتهنئة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع المركز الأول ومع المركز الثاني، لحظة الوصول إلى خط النهاية ثالث المراكز الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بن السم المنصوري. المركز الرابع العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وخامس المراكز العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. توقيتنا الزمني مشاهدينا الكرام نذهب مباشرة إلى وصول الشاهينية، لحظة وصولها إلى خط النهاية، معلنها الفوز والناموس، قاطع المسافة في زمن وقدر. مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني 7 دقائق مشاهدينا الكرام، 25 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والثاني محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني الشاهينية بشعار هجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، قطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام اللي هي الشاهينية مع المركز الثاني. تهانينا والناموس 7 دقائق 27 ثانية، 3 من الأجزاء. الشاهينية ثالثا بشعار هجن الرياسة بمتابعة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، قطعت المسافة في زمن وقدر 7 دقائق 29 ثانية، 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس.